أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية لتسجل 209 ملايين دولار. وقال البنك المركزي إن مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم شهد ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 6.41%، غطاها بسعر صرف بلغ 1460 دينار لكل دولار. وأضاف البنك أن المشتريات البالغة 187 مليون و274 ألفا و659 دولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما قامت المصارف بشراء 22 مليون و180 ألف دولار بشكل نقدي. ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد فيما شهدت استقراراً في كردستان العراق. وأوضحت مصادر مختصة أن بورصة الحرفية في بغداد سجلت 148,100 دينار لكل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الكفاح خلال افتتاحها 147,950 دينار لكل 100 دولار. وفي محافظة أربيل شهدت أسعار الدولار استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر البيع 148,300 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 148,000 دينار لكل 100 دولار. أعلن سوق العراق للأوراق المالية تداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي. وقال السوق إن عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 51 شركة، فيما لم تتداول أسهم 33 شركة بسبب عدم تلافي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، مشيرا إلى استمرار توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح. هذا وأكد السوق أن عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغ 6 مليارات سهم بانخفاض بلغ 56% عن الأسبوع الذي سبقه. قالت مصادر في الحكومة الكويتية أن هناك خططاً لبيع أصول نفطية منها مصفات نفطية جنوبي البلاد. وأضافت المصادر أن الحكومة ستطرح مصفات نفطية تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية عن طريق المزايدة على الشركات والمؤسسات الراغبة في الشراء، مشيرة إلى أن عملية الطرح ستتضمن بيع 82 وحدة داخل المصفى. هذا وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة الكويتية حولت آخر أصولها العاملة إلى صندوق الأجيال القادمة مقابل الحصول على النقد لسد عجز الميزانية الشهرية البالغ 3.3 مليارات دولار. ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بالتزامن مع زيادة الإقبال على شرائه بفعل انخفاض الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلاً 1777 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغ سعر الذهب الجمعة الماضية أعلى مستوياته منذ 25 من شباط الماضي عند 1783 دولاراً و55 سنتاً للأونصة، فيما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% مسجلة 1777 دولاراً للأونصة. شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً في بداية التعاملات الأسبوعية بسبب مخاوف من استمرار تسارع الإحصاءات الجديدة لفيروس كورونا عالمياً. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران المقبل بنسبة 0.23% إلى 66 دولار و60 سنتا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران بنسبة 0.22% إلى 63 دولار و8 سنتات للبرميل الواحد. ختام الموجز، إلى اللقاء.